السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وسام محمد بكم فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة زراعة الخوخ في شجرة الخوخ في حديقة المنزل. طريقة زراعة شجرة الخوخ سهلة جدا، أي حد يقدر إن هو يزرعها. هنقول أفضل ميعاد لزراعة الخوخ أو أي شجرة مثمرة. أفضل ميعاد بيكون من منتصف 2 وحتى آخر شهر 3، ده هو أفضل وقت لميعاد نقل الشجرة. هنتكلم بقى عن نقل الشجرة. لو كنا في الشتاء هنقطع هنعين الصفيحة كلها ونحطها على طول، أما إحنا دلوقتي في الصيف فهنحط الصفيحة على طول كده، يعني مش هنقطع الصفيحة، يا دوبك بس هنخرمها من الجوانب علشان نسرع من عملية تحلل الصفيحة ونسرع من عملية خروج الجذور. طبعا قدامكم عينتي الحشائش دلوقتي، وهغرس الشجرة دي، هغرسها مش هغرسها لحد هنا كده، لا انا هغرسها لحد مستوى الصفيحة فقط. الطعم ما يتغرس، لو الطعم اتغرس كده الشجرة هتموت، علشان يعتبر الطعم ده هو رقبة النبات، فلو اتغرس هيموت. فدلوقتي طبعا علشان نسرع من عملية تحلل الصفيحة ونسرع من عملية اخراج الجذور، هيتم تخريمها بحاجة زي دي، سكينة هنكسر فيها لحد ما تتخرم من الأربع جوانب زي كده اهوت. كده أنا بخرمها قدامكم أهو أهو. وطبعا بعد ما ننقلها هيتم تسميدها بإم بي كي عالي البوتاسيوم، اللي هو مثلا 10-40-10 أو 18-20، قصدي 18-24-18 او اي حاجة من ده كله، المهم يكون سماد عالي البوتاسيوم علشان الشجرة بتحتاج للبوتاسيوم في الوقت ده. طبعا انا نقلتها اهو، هيتم طبعا ان انا اردم حواليها جيد جدا، وهيتم الدك، هندك جيد علشان نفرغ الهواء. لو كانت التربة طينة، يعني لو كانت التربة يعني رطبة شوية، فدي هيتم دكها جيد، اما لو كانت التربة ناشفة خالص، جافة خالص، فدي مش هيتم دكها، ندك بس شوية العيلين كده وخلاص. زي كده هيتم الدك جيد جدا، ونرفع التراب حواليها كده وهندك وكل حاجة. وبعد الدك كده هيتم ان احنا نعمل لها حوض. ايه الحوض ده؟ هي حاجة بنحوط كده حوالين الشجرة بمساحة 0.5 متر مثلا، علشان لما نيجي نروي المية ما تخرجش بره. فهنعمل دلوقتي حوض بالدايرة كده زي كده. انا دلوقتي بعمل الحوض بالطرية، بنجيب التراب من بره كده، وبيتم ان احنا نرفع علشان المية لما نيجي نعمل ما تخرجش. زي كده هوت رفعت وبساوي، وبرفع الاجناب، بعلي الاجناب. دلوقتي بقى انا اقول لكم طريقة الري. مش هنروي تحت حوالين التراب، لا احنا مش هنروي تحت، عشان احنا من تحت مرويناش. المفروض لو انت عايز تروي من التراب من تحت كنت تروي قبل ما تحط الصفيحة، تروي وبعدين تحط الصفيحة وتروي. اما احنا مرويناش من تحت، مرويناش من تحت الصفيحة، فدلوقتي هنحط الصفيحة، هنحط الخرطوم لما نيجي نروي هنحط في الصفيحة نفسها، مش هنحط حوالين الصفيحة اللي هو على التراب من تحت. وهنحط ايدينا كده علشان المية لو نزلت على التربة مباشرة هتبوظ الدنيا. بس كده، ده كان فيديو النهارده، ولا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. لما تودنا في كل فيديو زراعه في الدنيا لما تلا زراعه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.